الاخبار ان وسائل منع الحمل ممنوعه ما مش موجوده في سبيل. كل انواع منها الحقن الشرعيه هي الجنيرا والسيجستا والياسمين المستورد كله المستورد كله طيب ده سببها ايه؟ او ممنوع واقفه بقى لها قد ايه اصلا؟ بقى لها حوالي 3 شهور ده سببها ايه؟ برضو الدولار برضو الماده الخام اللي بيصنع هنا برضو نفس الطريقه الماده الخام. طب ده اثر عليها في السعر رفع سعرها؟ اثر عليها في السعر. اثر طب هي موجودة عند حضرتك اصلا مش موجودة مش متوفرة طيب لها بديل مصري؟ البديل المصري ليها المريض مش مقتنع بيه مش مقتنع بيه طب حضرتك كدكتور شايف ان المادة في عالم نفس بس بس يعني المريض او اللي مثلا بيستخدم نوع معين عايزة على اساس تاخد جنيرا عايزة جنيرا حتى لو حاجة تانية تقول لك لا انا عايزة جنيرا عايزة مثلا ياسمينة عايزة ميكرولوت. طيب هو السعر بتاعه الرينج بتاعه كام؟ 30. الازمه دي لما حصلت السعر بتاعه رفع لكام؟ لا كم 17 وصل 30 بسبب الازمه ولا بسبب ارتفاع السعر الاخير؟ بسبب الاخير كم 17 وصل 30. طب لما بتطلبوه من الشركات بيكون مش موجود؟ هو طبعا الناس بتشتكي جدا من الموضوع ده. المشكله ان مفيش بديل حتى للصنف ده، يعني مثلا انا لو عندي بديل مثلا من الصنف يبقى اوكي، انما مفيش بديل. والادويه طبعا احنا عارفين ان هي مستورده واستيراد رسمي، وده عامل مشكله بسبب ان شركات التوزيع مش قادره تستورد طبعا بسبب الدولار ارتفاع الدولار بتاع، فده عامل لنا مشكله طبعا بالزعل عن الصنف ده في اليوم اكتر من 100. ملوش بديل من حاجات وسيله منع الحمل، ما ينفعش ندي المريض اي حاجه بديله خلاص، لان دي عباره عن هرمونات على حسب التحاليل اللي بعملها وحسب الدكتور اللي مثلا بيعدي حسب هي محتاجه هرمون ايه. ما ينفعش ادي اي هرمون كده وخلاص بديل يسمى ان هو بديل وخلاص منع الحمل لاي حد، لا ما ينفعش. بتختلف من شخص لشخص تاني عشان خاطر كمان ممكن دي تاثر تعمل بعد كده تعمل بريست كانسر. احنا بعمل فيه هرمونين الاستروجين والبروستيرو، ما ينفعش ان انا ادي كده بمزاجي اي هرمون. النص بقى له قد ايه؟